بسم الله الرحمن الرحيم. انا السيد رضوان العيادي، زوج السيده اللي توفات نهار السبت مع 7 ديال العشيه باهمال طبي. كنوجه النداء لجلاله الملك نصره الله، وفي هذا الموضوع يتم التحقيق في هذه الماساه اللي وقعت لي انا، اللي تثبت في الوفاه الزوجه ديالي بعدم تدخل طبي وعدم اهتمام بها. كنطلب من وزير الصحه خالد اي طالب يدير تحقيق في هذه القضيه هذه، وكنطالب من جمعيات ومن جميع المؤسسات الحقوقيه تدخل في هذا القضيه هذا ودير تحقيق. السيده ديالي انا كانت حامله في شهر 8، جاها الوجع نهار الاثنين في الصباح، ديتها للعياده الطبيه، عياده خاصه، درت لها تشخيص اوتوغرافي، عملت دوزت لها، قالت لها بان عندك المصران من فوق، وعطاتها واحد السيرو. داك السيرو انا خصني يدار فيه تحقيق، وهو اللي تسبب في نزول الطفل اللي نزل بدون بواحد غير الإرادية. انا كنظن انا اعطيكم التفاصيل كامله للحادث اللي وقع. الزوجه ديالي ديتها للطبيبه، دوزت لها التلفازه، دوزت لها جميع المسائل، قالت لها بانك باقي لك 30 يوم عاد تزيد عاد تولد. عطات لها واحد السيرو، عطات لها شي باستيه ديال طونسيو، عطات لها واحد التحليله. انا مع اطمأنت على الحاله ديالها بان السيده باقي لها 30 يوم، قلت مازال الوقت. رجعتها للمنزل ديالها في الظرف جوج ساعات، حتى كانت السيده طاح منها الجنين، يعني ولدت. وقعت بواحد الاضطراب، ديتها لمساحة النهار، دخلوا الاطباء، جالها اغماء. انا دخلتها في مساحة النهار، جالها اغماء، جالها كريز، دخلوا مسعفين، دخلوا اطر طبيه تما، جزاهم الله خير. رجعوا لها النبض ديالها، ورجعوا لها في الوعي ديالها، عملوا له واحد التقرير بان السيده راه في حاله خطيره جدا، خصها تطلع لسند الرمل باش دخول القسم ديال الانعاش. طلعناها من مساحه من مستشفى النهر مرتيل الى سند الرمل، دخلناها في قسم ديال المستعجلات. بقات تقريبا ساعه المكانه، عاد جا الطبيب عمل لها معاينه، دخل قال لها بانك انت ناسي الوعي ديالك مزيان، باقي في حاله جيده، ما يمكنش ندخل في القسم ديال الانعاش. عندنا الانعاش حنايا عامرين بلاصه ما كايناش. قالنا هبطوها القسم ديال الولاده، هبطناها القسم ديال الولاده، ما كاينش شي اقبال، ما قبلوهاش تما. وقع شي اتصال بان اتصال المدير، قال لهم ما تدخلش تما، السيده ما ولدتش تما، ما تدخلش القسم ديال الولاده. طلعناها عاود القسم ديال المستعجلات، بقات تما في قسم ديال المستعجلات تقريبا ساعه او ثاني. دخل المدير، انا هاد النقطه هذه اللي خصني نطرح. دخل المدير بان قال لهم اما غتمشي لمدينه طنجه، او لا ترجع في مساحه فين منين طلعت الاول مره. ما بغوش يقبلوها هنا في ثانيه الرمل، رجعناها للمارتين، عملوا لها اجراءات، تجمعوا عليها اطر طبيه اطر مهنيه جميعا. قالوا لي شوف، الا وقع لها كريز ثانيه السيده راه غتفرق الحياه. هادي انا حنايا عملنا لها تقرير باش غتدخل القسم ديال الانعاش مباشره. وقع اتصال، وقع اتصال مع الطبيب اللي عينها اول مره، قال لهم رجعوها لي لهنا، رجعوها كاينه البلاصه. رجعناها بالاسعاف من مدينه مرتيل الى ثانيه الرمل. كان وقع واحد الصونج في الخدمه، السيد اللي عينها اول مره كان مشى بحاله مع 9 ديال العشيه،
دخلت الطبيبه اللي كنحملها مسؤوليه كبيره لعدم معاينه المريضه وعدم الاهتمام بالحاله ديالها. دخلنا في القسم المستعجلات، شاف داك التقرير قالت لهم انا، قالت لنا حنايا الناس ديال المرتيل والناس ديال الرينكون كنعرفهم مزيان، هاد الحاله هادي غتهبطوها للقسم ديال الولاده، ما كتستعدعيش باش تدخل القسم ديال الانعاش. انا كنطرح واحد السؤال هنا، لماذا لم علاش ما عينتش المرضى وشافت المرضى وتشوف الحاله ديالها وتطمئن عليها عاد باش تدعم لها التقرير وتصيفطها للقسم ديال الولاده؟ هي ما عملت لا، ما شافت لا مريضه، ما شافت لا معاينه اوليه ولا الحاله ديالها. علاش انا خصني ندير تحقيق مع الطبيبه اللي عملت، ما عملتش الخدمه ديالها على احسن وجه؟ لو كانت عملت الخدمه ديالها كنا غنتجاوزوا هذه المأساة هذه اللي راني انا فيها. دخلناها القسم ديال الولاده، هبطناها من القسم ديال المستعجل الى قسم الولاده، عملناها في السرير ديالها. في ظرف جوج دقائق جاتها كريز ثاني، حاله خطيره، رجعت الدم دقمها، رجعت الدم لخنافرها، وما كاين لا ممرضين، ما كاين لا مسعفين، ما كاين حتى شي واحد خاص لي سيكوريتي تما. بقيت في واحد الحاله هستيريه، كنغوت كنطالبهم باش يدخلوا ينقذوا لي المراه، حتى كان الفوت فات، كان جاتها جلطه دماغيه. عاد جاو المسعفين، عاد دخلوها للقسم ديال الولاده، عملوا لها اسعافات اوليه في ذاك اللحظه، طلعوها مباشره للقسم ديال الانعاش. النقطه الثانيه، علاش منين وقع لها هذه الحاله حتى فات الفوت عاد دخلوها للقسم ديال الانعاش؟ خصنا نطرحوا واحد التساؤل، واحد السؤال في هذه القضيه هذه، علاش في ذاك اللحظه هذه كانت البلاصه؟ من قبل ما كانش البلاصه، ومنين وقع لها، منين وقع لها الحاله ديال الاغماء وحاله مشات بالصدمه وجالها نزيف في الدماغ، عاد دخلوا وعاد كانت البلاصه في القسم ديال الانعاش. كنطالب من وزير الصحه، كنطالب من وزير الصحه من هذا المنبر بفتح تحقيق ومعاينه الامر، وكنطالب من جلالة الملك نصره الله الذي راهو في المدينة تطوان، وكنطالبو يعمل إجراءات ويعمل تحقيق في هذه القضية هذه، وكنطالب من جلالة الملك يزور مستشفى ديال الصنيدرمل ويطلع على الوقائع اللي كيوقعوا فيها. كنطالب وتاني مره كنوجه النداء لوزير الصحه باش يجي الزياره اللي يعمل في مدينه الناظور، يعملها في مدينه تطوان ويشوف الحال، يشوف الواقع اللي كاين هنا في ثانيه درمل.